ضرورة إحداث وحدة ومراكز صحية بجماعات إيمين اللون بإقليم ورزازات للنواب المحترمين محمد عفير، مولاي البشير بدلا، محمد عبو، أحمد لاكير، شفيق رشادي، مبارك بوعيدة، فاطنة الليلي، وعمر بوعيدة من فريق تجمع الوطني الأحرار، فيتفضل أحد النواب. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس المحترم، السادة الوزراء المحترمون، أخواتي إخواني النواب المحترمين، تعاني بعض الأقاليم والجهات بالمملكة من نقص يكون في بعض الأحيان حدا في المراكز والوحدات الصحية، الأمر الذي ينعكس سلبا على صحة المواطنين، بل ويتسبب في خلق مآسي للساكنة. وجماعة إيمينونا بإقليم ورزات تعتبر مثالا حيا لهذا الخصص ولبعد القليل ممن هو موجود فيها من نقط الاستشفاء. وقد سبق لنا أن وجهنا لسيادتكم ملتمسات وأسئلة شفوية وأخرى كتابية نلتمس منكم فيها دعم مثل هذه المراكز بل وحدات أخرى تكون قادرة على إسعاف رعاية صاحب الجلالة. بل وقدمنا اقتراحا والتزاما بدعمنا المادي والمعنوي للإنشاء هذه المراكز، كما أكدنا انخراطنا معكم في إيجاد حلول للمساكن الأطباء والأطر الطبية، ونوه بهذه المناسبة أن نسجل التفهم الكبير لهذه الأوضاع من طرف السيد مندوب وزارتكم الجديد بإقليم ورزازات، الذي قام بجولة تفقدية لجميع الجماعات بالإقليم وبخصوص جماعة إيمين ولون رفقة لجنة مختصة، وقف خلالها على حجم الخصاص الذي تعاني منه، وأبدى استعداد للعمل على التخفيف من حدته. نسأل السيد الوزير المحترم، ما هي الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستقومون بها من أجل إحداث وحدات ومراكز صحية بجماعة إيمين ولون بإقليم ورزازات، وأكدين لسيادتكم استعداد هذه الجماعة للمساعدة المادية والمعنوية من أجل تحقيق مطلب هذه السكينة القروية المعزولة. شكرا السيد الرئيس. شكرا. تفضل السيد الوزير. السيد الرئيس المحترم، سيدي الوزيرين، أود في البداية أن أقدم الشكر للنواب المحترمين على طرحهم لهذا السؤال ولأتناول هذا الملف المهم جدا. فعلا أن العرض الطبي في تلك المنطقة عرض هش جدا نظرا لكثرة الدواوير، هناك 35 دوار تقريبا وضعف التغطية الصحية، ولكن قد برمجت الوزارة إعادة بناء مركز صحي بإيمي نولاون، وهو مشيد منذ 1973 بالمفكك، وذلك لتحسين ظروف استقبال المواطنين وتحسين ظروف العمل، ونظرا لتواجد طاقم طبي على رأسه طبيب يؤدي واجباته في ظروف صعبة. غير أن الجماعة رفضت تسليم رخصة البناء للوزارة بدون أي مبرر قانوني، وقد كاتبت شخصيا السيد العامل المحترم كي يثني المسؤولين عن هذه الجماعة ويمكننا من إعادة بناء المركز والتفكير طبعا في ملتمس الذي تقدمت به الجماعة لبناء ثلاثة مؤسسات في هذه المنطقة. وبعد اليأس من جواب إيجابي، تمت إعادة البرمجة إلى مركز داود سيدي داود بورزازات، وهو كذلك مركز قديم. وطبعا نحن نتساءل أولا كيف أن الجماعة تمنع الوزارة من تشييد برنامجها، ونتفهم طبعا طلبات الجماعة بتزويد هذه المنطقة بعرض طبي يوازي
طموحاتنا جميعا. وطبعا أتاني مؤخرا تقرير شامل حول الوضعية التي تعيش هذه المنطقة، وستتم دراستها إن شاء الله ونتعامل معها بكل إيجابية. شكرا. شكرا سيد الوزير. هل هناك من تعقيب؟ تفضل. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير شكرا على جوابكم، لان الجماعه باش تمنع ذاك المستوصف باش يتعاود دار، حنا ما منعناش، وانما هو في البدايه ديال الجماعه حنا تنطلبوا باش يدخل الوسط ديال فاش كاينه السكينه. لحد الان هذا الشيء اللي داز حنا راه ما باقي تنعاودوه. دابا راه السيد المندوب راه زار الاقليم وزار جميع الجامعات ديال الاقليم، وزار الجامعه ديالنا مع رفقه واحد المجموعه ديال الاطباء، راه الله يجزيه بخير، راه مشى شاف السكان وشاف المدارس، طلع على التلاميذ اللي فيها، راه النيه ديالو حسنه. هذاك السيد راه بغى يخدم مزيان. السيد الوزير الله يجزيك بخير، بينك تعاونوا من جهتك، وحنا راه موافقين. الخطه اللي هو دار معنا راه حنا موافقين عليها، وهذاك السيد الله يجزيك بخير راه بغى يخدم والنيه ديالو حسنه، راه مشى زار السكان ماشي واحد بواحد. شكرا السيد النائب.